ومعانا على الهواء أيضا هاتفيا الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. أهلا بيك معانا دكتور أيمن، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بسيادتك وأنت طيبة والشعب المصري بخير وقواتنا المسلحة الباسلة الجسورة بخير يا فندم. دكتور أيمن، ما بين أوصاف كتيرة جدا تم وصف بها ثورة 30 من يونيو، ما وصفك الخاص لهذه اللحظات، لهذه الثورة، لهذه الحركة الشعبية اللي أضاءت مصر وأضاءت العالم كله؟ دعيني لا أتحدث عن أي رأي شخصي حتى لا تكون يعني لدي أي تحزب أو تعنصر، دعيني يعني أقول للسادات والسادة على فكرة دكتور أيمن من حقك تتحزب ومن حقك إنك تنحاز لهذه الثورة، يعني كل طبعاً المصريين في الحقيقة منحازين طبعاً جدا طبعاً قلبا وقالبا لها. بس تمام يا فندم، بس أنا عايز بس أوعي الرأي العام والشعب المصري الشريف بأن هذه الثورة النبيلة الفريدة في 30 يونيو الشعب المصري الأبي أبى وآل على نفسه إلا وأن ينتفض ضد ما يسمى بعام الرمادة الذي كانت هناك جماعة تمارس سياسة الإقصاء والمغالبة والتهميش لأي قوة سياسية أو اجتماعية أو حزبية دون جماعة الإخوان المسلمين. لا. الشعب المصري شعب أبي ثار من ثوره في كافة الميادين والكفور والنجوع والشوارع والمحيطات في كل الإقليم المصري، لأن هذا الشعب لا يستكين بالمرة، ومن ثم طيب كان دكتور أيمن هو اللي حصل ده في هذه اللحظات في يوم الثورة في القانون الدولي ممكن نوصفه بإيه؟ يندرج تحت مسمى إيه؟ القانون الدولي يتحدث عن أن الثورات الشعبية يقوم بها إما كل الشعب أو معظم الشعب لإقصاء نظام مستبد، نظام طاغي لا يرتضيه. وبموجب القانون الدولي هناك مبدأ يسمى مبدأ حق الشعوب في تخرير مصيرها. صحيح. وهنا في الحالة المصرية حق الشعب المصري في تقرير مصيره، يعني اختيار النظام السياسي والاقتصادي الذي يحكم البلاد. ولذلك حين جرب الشعب المصري هذه الجماعة الإقصائية ما بين الظفرين، ما بين هلالين، جماعة إخوان المسلمين، أبى الشعب المصري إلا وأن يقرر مصيره عن طريق الملايين الهادرة والحناجر الثائرة في كافة ربوع الشعب المصري قبل أن يكون هناك من فضلك أوفرول واحد في الشوارع، وقبل أن تكون هناك قطعة سلاح واحد صغيرة أو كبيرة، وقبل أن يكون هناك دبابة أو مدفع أو عسكريين في الشوارع. ولم ينزل الشعب الجيش المصري ولم يغادر سكناته إلا للحفاظ على هذه الثورة. صحيح، نقطة مهمة جدا، سلمية هذه الثورة فعلا يا دكتور. طيب الدكتور أيمن، يعني لو رجعنا بالذاكرة ل 2013 وما قبل 2013، يعني احنا كنا وصلنا من مرحلة من اليأس أن هذه الجماعة يعني لا نستطيع أن نزحزحها عن الحكم، وكنا نسمع تصريحات أننا جئنا لنحكم 500 سنة، يمكن حضرتك أكيد طبعا يعني سمعت هذا التصريح. نعم. يعني احنا بنتساءل كيف استجمع الشعب المصري قواه، وكيف يعني أصبح هذا اليوم يعني تجمع فيه كل هذه الملايين في المحافظات دون يعني وجود مثلا رأس محركة، يعني الشعب قام بنفسه وبفطرته بفعل ذلك. الشعب المصري لا يستكين، الشعب المصري لا تستطيع أن تمارس عليه أي شكل من أشكال القهر أو الزجر أو الجبر. الشعب المصري شعب كريم أبي، طرد الإنجليزي وطرد الفرنسي وطرد الإسرائيلي، الشعب المصري طرد الحيثيين، وصاغ الشعب المصري أول معاهدة في القانون الدولي، معاهدة قادش، قبل أن ترى أوروبا وإفريقيا وآسيا النور والعلم والقانون. لذلك
لم يكن مستغربا ولا غريبا أن يقوم الشعب المصري من فوره وكما تفضلتم دون توجيه أو تخطيط، ولم تكن هناك أجندة معينة. ومن فضلك، نعم، لأن لابد من فضلك لابد. دكتور أيمن، احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزيل. الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، متحدثا هاتفيا إلينا.